البداية من السعودية، حيث نترقى بعد حوالي ساعتين القمة الإسلامية، وعلى رأس أجندتها ملف الخطر الإيراني. قمة إسلامية إذن تنعقد بعد قمتين عربية وخليجية أكدتا على وحدة الصف العربي في مواجهة المخاطر الإيرانية. في هذا الموضوع ينضم إلينا من مكة المكرمة مراسلنا عبد الله يحيى، ومن الرياض أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبد الله العساف. البداية من عبد الله بهرجي. عبد الله، كيف ترصد لنا الاستعدادات لقمة التعاون الإسلامي؟ نعم سامي، نتكلم في البداية عن القمتين التي عقدت يوم أمس للدول العالم العربي في جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مجلس التعاون الخليجي، الذين عقدوا قمتين متتاليتين نددوا فيها وشجبوا فيها كل التصرفات والتدخلات الإيرانية التي تقوم بها في المنطقة وفي الشؤون الداخلية لدول المنطقة، سواء عن طريقها أو عن طريق أذرعها من ناحية الميليشيات التي تتخذها وتمولها بالسلاح والمال وحتى بالأفكار وبكل الوسائل. هذه الناحية، ومن ناحية أخرى تتواصل الوفود إلى الدخول إلى مكة المكرمة، وتحديدا إلى قصر الصفا بجوار المسجد الحرام، وذلك لانعقاد القمة الإسلامية 14، وهي القمة الاعتيادية، وتعتبر في هذا العام هي في العام 50 لمنظمة التعاون الإسلامي. هذه القمة سوف تتكلم عن كثير من الأجندة التي سوف تطرح فيها، ولكن أبرز هذه الأجندة التي سوف تناقشها وهي القضية الفلسطينية، وهي القضية الأبرز التي سوف تكون محل انعقاد هذه القمة، بالإضافة إلى الإسلاموفوبيا وأيضا إلى الأقليات الإسلامية وكيف تعاني الأقليات الإسلامية سواء من ميانمار وغيرها من الأقليات حول العالم. نتكلم أيضا في ناحية المواضيع التي سوف تناقش، وسوف يكون هنالك كلمات حول التدخلات الإيرانية وحول العمليات التي تستهدف المملكة العربية السعودية من قبل أذرع إيران في اليمن والميليشيات الحوثية، وكيف تقوم باستهداف المشاعر المقدسة وتحديدا مكة المكرمة. كل هذه الأعمال سوف تطرح في أعمال القمة التي سوف تنطلق بعد منتصف الليلة. هناك الكثير أيضا من التوقعات التي سوف تنتج عن هذه القمة في البيان الختامي، وسوف يكون هنالك أيضا إعلان مكة المكرمة بالإضافة إلى البيان الختامي، ومن بعده المؤتمر الصحفي الذي سوف يفصل كافة المتعلقات والبنود التي خرجت بها هذه القمة. نعم سامي. عبد الله، هل نتوقع بحكم قربك من الوفود المشاركة في القمة الإسلامية، هل نتوقع بلورة موقف موحد خصوصا تجاه التدخلات الإيرانية في المنطقة؟ نعم سامي، التوافق الكبير الذي شهده يوم أمس في القمتين الخليجية والعربية حول الاعتداءات التي قامت بها الميليشيات الحوثية والميليشيات التي تتبع إلى إيران بتخريب السفن التجارية وتهديد الملاحة البحرية، بالإضافة إلى التهديد لمضخات البترول واستهدافها، وأيضا استهداف المشاعر المقدسة للمسلمين. هذه رسالات واضحة وتأكيد صريح، لأن الدول الإسلامية سوف تكون لها كلمة في هذا الموضوع وفي هذا الصدد، وتحديدا بما يتعلق بالتجارة والأمن الدولي التي تقوم هذه الميليشيات وأيضا إيران بتهديده بشكل عام. نعم سامي. نعم، شكرا جزيلا لك مراسلنا من مكة المكرمة عبد الله اليحيى. وينضم إلينا من الرياض أستاذ الإعلام السياسي الدكتور عبد الله العساف. دكتور عبد الله، أهلا وسهلا بك على سكاي نيوز عربية. قمة مكة الطارئتان كما تبعت البارحة أجمعتا على إدانة التدخلات الإيرانية، هل نتوقع إجماعا في قمة منظمة التعاون الإسلامي؟ مساء الخير. نعم، أنا أعتقد أنه كمان النجاح المتحقق بالأمس سينتقل إلى القمة هذا المساء،
وستتحقق بإذن الله النجاحات الثلاث للقمم الثلاث التي عقدت في مكة المكرمة، لأن الأمور الآن اتضحت وأصبحت جلية أمام المؤتمرين. هناك أخطار تتهدد دول المنطقة، هذه الأخطار ليست أي دولة بمنأى عنها، وإنما هناك تراتبية وأولويات لدى النظام الإيراني. أيضا أضف إلى ذلك أنه ليس هناك دولة عربية أو إسلامية لم يطلها أذى النظام الإيراني وتدخله في شؤونها وتصدير الطائفية لها. إذن أنا أعتقد أن الإجماع اليوم على الأمن القومي الإسلامي هو أمر ضروري، التأييد المملكة العربية السعودية في اتخاذ كافة الخطوات للحفاظ على أمنها واستقرارها أيضا سيتم اليوم التطرق بشأنه، أيضا اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير إنشاء ربما قوة إسلامية أو التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب ربما هو من سيتحول إلى قوة ردع للنظام الإيراني. ولكن العراق اعترض على صيغة البيان الختامي، هل يجد هذا التحفظ العراقي تفهما سعوديا على الأقل؟ أولا من ناحية الاعتراض أنا في تقديري هو ليس ذو أهمية وليس ذو بال كبير جدا، لأنه ندرك أنه العراق إلى حد كبير هو مسلوب القرار السياسي، ولكن الحقيقة كنا نتمنى أن يكون العراق عربيا يمارس عروبته بكامل حريته واستقلاله بعيدا عن الارتباط بالنظام الإيراني، وخصوصا في هذه المرحلة التي العالم يصطف إلى حد كبير ضد ممارسات وعبثية النظام الإيراني. نتمنى أن لا يصطف كثيرا العراق، لأنه ربما سيطال شيئا من العقاب الأممي، ونحن نريد هذا البلد العربي الذي لم يتعافى من جراحه ومشكلاته الكثيرة أن يكون بمنأى عن العقاب الدولي. نعم، في مثل هذه القمم عادة ما يتناهى إلينا دكتور عبد الله العساف يتناهى إلى أسماعنا كلام دبلوماسي كثير، يقولون أنه أمن منطقة الخليج هو جزء من أمن القومي العربي. هل نتوقع أن تؤسس هذه القمم إلى ترجمة صيانة الأمن القومي العربي بدل أن يكون أقوال نتجه إلى الأفعال الآن؟ نعم، مثل ما حضرتك تفضلت، في السابق ربما كان هناك قبول للكلمات البروتوكولية والكلمات الإنشائية أو الخطابات الإنشائية، في مثل هذه المرحلة أنا أعتقد الوضع مختلف تماما، الخطر يطرق أبواب المنطقة، يطرق أبواب العالم العربي. ندرك جيدا أن الخطر إذا طرق أبواب المملكة العربية السعودية ستتأثر جميع الدول العربية والإسلامية، لأن المملكة اليوم تمثل هي عمود الخيمة للأمن العربي والأمن الإسلامي بشكل كبير جدا. اهتزاز هذا العمود بالضرورة سيتأثر بقية الدول. أنا أعتقد أن هذه المرحلة يجب أن نتحول إلى تكامل وإلى شراكة استراتيجية عربية وإسلامية للحفاظ أولا على الأمن القومي العربي الإسلامي، لتجنيب المنطقة آثار الصدام المحتمل بين واشنطن وطهران، للنأي بأنفسنا أو بمنطقتنا والحفاظ على مكتسباتنا ومقدساتنا وشعوبنا من الآثار المدمرة للحرب ومن أيضا الحروب التي ربما تنشأ في المستقبل. لأن الأمن القومي اليوم ليس مرتبطا فقط بالنظام الإيراني، هناك أيضا حروب أخرى عالمية ربما تشتعل ما بين الصين والولايات المتحدة، الصين أو روسيا والولايات المتحدة وغيرها. المنطقة الإسلامية يجب أن تكون بمنأى عن هذه المخاطر أيضا. هل نحن أمام خريطة طريق جديدة يعني تؤسس لعلاقات إقليمية مختلفة؟ أشكرك جدا على هذا السؤال. نعم، نحن الآن في طريق أو في طور تكوين خارطة علاقات دبلوماسية وسياسية جديدة للمئة عام القادم على الأقل. أنا أعتقد نحن بحاجة ألا نقف موقف المتفرج، أن نكون شركاء في رسمها وفي تحديد معالمها وفي تحديد استراتيجيتها وفي تحديد موقعنا وأدوارنا كدول إسلامية في هذه الخارطة. العالم الإسلامي لديه موقع استراتيجي، لديه ثروات طبيعية العالم أجمع بحاجة إليها، نحن بحاجة أن نكون فاعلين ومؤثرين في رسم العلاقات والمتغيرات الدولية القادمة بإذن الله للمئة عام القادمة. نعم، الرياض في البيان القمة خلال الجلسة البارحة دعت لاستخدام كافة الوسائل الممكنة لردع إيران على انتهاكاتها، ما المقصود بذلك؟ وهل يعني القوة ربما استخدام القوة يعني يشمل هذا القصد؟ والعسكرية أقصد. نعم، أنا
نعم، أنا أعتقد أنه الرياض عندما تحدثت الليلة البارحة وقبلها في خطابات سابقة هي آخر ما تتحدث عنه هي القوة، نحن نحاول اليوم أن نجنب إيران ونجنب المنطقة أن تلجأ إيران إلى الحرب، كما قال الوزير للشؤون الخارجية نحن ندفع إيران ألا تجرنا ولا تجر المنطقة إلى الحرب. الأدوات الدبلوماسية الاقتصادية كثيرة، تعليق عضوية إيران في منظمة التعاون الإسلامي، التعليق العمل الدبلوماسي مع الكثير من الدول، المقاطعة الاقتصادية، كل هذه مراحل تسبق العمل العسكري. العمل العسكري لن يأتي بخير على جميع الدول، لكن في النهاية قد تكون هناك حرب الضرورة التي نضطر فيها للحفاظ على شعوبنا ومكتسباتنا ومقدراتنا وسيادة بلداننا. نعم، الرياض حاولت من خلال اجتماع البارحة حشد القوى الإقليمية، حشد جميع الدول العربية خلف موقف موحد. ما الخطوة التالية؟ هل نتوقع أن الذهاب الآن إلى مجلس الأمن، إلى الأمم المتحدة لإدانة مثل هذه الأفعال الإيرانية؟ أنا أعتقد أنه جميع الخيارات مفتوحة، يظل أحدها الذهاب إلى مجلس الأمن بالوثائق وبالوثائق التي تمتلكها المملكة العربية السعودية ونتائج التحقيقات من دولة الإمارات بالاعتداء على السفن الأربع وغيرها لرفعها إلى مجلس الأمن، لأنه مجلس الأمن معني وفق اتفاقية الأمم المتحدة بالحفاظ على أمن المضائق والممرات المائية. الأمن المائي يقع ضمن مسؤولية الأمم المتحدة، وهناك معاهدة دولية عام 81 تم التوقيع عليها والاتفاق عليها. هناك أيضا خيار آخر استراتيجي وهو عربي إسلامي بتكوين قوة عربية إسلامية من ضمنها المقاطعة الدبلوماسية والاقتصادية، وإن لزم الأمر أيضا المواجهة العسكرية مع إيران. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور عبدالله العساف أستاذ الإعلام السياسي، حدثتنا من الرياض، شكرا لك.